بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله مكملين مع التريكنج، وزي ما اتفقنا المره اللي فاتت هنبدا نعدي على نوع من انواع التريكنج، التو دي وصولا للتريكنج 3 دي. ان شاء الله هنعدي على كذا شوت، وفي كل شوت هنعمل حاجه مختلفه. يعني الشوت ده مثلا عايزين نعمل تريكنج ونحط باك جراوند باستخدام 2 بوينتس بس، والفيديو ده مثلا هنشيل ان شاء الله التراكنج ماركرز، الثلاثة ماركرز اللي موجودين دول هنعمل لهم تراكنج ونشوف ازاي نعمل لهم كليننج بوان بوينت. وفي الشوط ده ان شاء الله هنشيل الناس اللي بتتحرك دي، وعندنا تحدي ان التلج بيقع بشكل سريع، فأي منطقة هنعمل منها تراكنج ممكن التلج ده يبقى ايه بيضايقنا شوية. ماشي. وفي الشوط ده ان شاء الله عايزين نمسح الشخص اللي راكب الحصان ده، فهنشوف ازاي نقدر نميكس التراكنج بتاعنا مع الكليننج اللي اتعلمناه قبل كده، ونتخلص من الشخص اللي راكب ده ونحافظ على الحصان بس. وخلينا نبدأ على طول، هاخده على جنب كده. همسح بس الباك دروب دي. اوكي. وهنحط تراكر نود تاب، وهكتب تراكر، وزي ما قلنا امبارح هحط تراكر او تراكر من هنا او من هنا. فانا هدوس هنا الاول واحط تراك هنا وتراكر تاني هنا. اوكي. ويلا بينا نبدأ. انا مش هشغل الاتنين مع بعض زي ما عملت امبارح، انا هركز مع تراكر واحد بس، وهدوس تراك فورورد. ماشي. يبقى عندي تراك فورورد، وده تراك رينج، ادخل رينج معين مثلا، ده هقول لهم تراك من فريم كذا لفريم كذا، ودي لو هعمل تراك فريم واحد بس قدام. يعني انا دوست عمل فريم واحد بس. اوكي. هدوس وهبدأ أبص هنا زي ما عرفنا، عيني هنا أهو، ونلاحظ إن هو إيه وقف لوحده. ليه وقف لوحده؟ لأن هو خرج بره الباترن اللي هو بيدور عليها، وفي حاجة هنا اسمها الايرور. يعني هو هنا if error above كذا أقف، يعني لو الايرور بتاع الباترن بتاع التارجت اللي انت بتدور عليه ده زاد عن الرقم ده تبدأ ضعف. فهو أول ما كان في تغيير كبير حصل في حركة الكاميرا الشكل اتغير، فهو واقف اوتوماتيك. فأنا ممكن أجي في الفريم اللي هو خرج فيه ده أحرك معاه كده مانوال، أبدأ أساعده شوية وأدوس تاني. أنا هتحرك فريم واحد بس، هتراك فريم واحد بس، الشورت كات الكلام ده سي أهو، تراك نيكست فريم، وهبدأ أتحرك معاه واحدة واحدة لأن الحتت دي الكاميرا بتتحرك فيها بسرعة. وببدأ أبص هنا، الحاجة الحلوة إن أنا أقدر أحرك من هنا، يعني لو بصيت هنا تقدر تتحرك في الزوم ويندو اللي عندك هنا دي. ماشي. فهبدأ سريعا كده إيه أحاول أظبط أماتش الباترن دي مع الفريمات اللي قبلها، وأساعده كده لحد ما نعدي من الحتة اللي فيها حركة كاميرا سريعة دي. وممكن برضو اكبر، يعني لو كبرت التارجت اريا والسيرش اريا هو كده كده مش هيغلط ان شاء الله. شايفين بدأ يمسك حتى لو الدنيا سريعة. ماشي. خلاص اطمنت ان هي السرعة رجعت ان هو هيكمل، فهدوس play forward track forward sorry. وممكن ندوس هنا ان هو يابديت الصورة كلها مش المربع ده بس، بس طبعا بتبقى ابطأ. هلغيها تاني اهو، الزرار ده انا بدوس عليه عادي وهو شغال. دلوقتي بقى يابديت دي بس، وعيني على طول هنا، وهسيبه لحد ما يخلص للاخر، بعد كده نبدأ نراجع. ماشي. واضح ان هو تمام، التارجت بتاعي الماركر بتاعي مظبوط في النص طول الوقت الحمد لله. ماشي. يبقى انا كده خلصت اول تراكر، نخش على التاني.
انا واقف في فريم واحد وهدوس تراك فور ارت وهو غلط ووقف لوحده، انا ما وقفتش حاجه، هو وقف لوحده لما الباترن دي اتغيرت. ماشي، هاجي زي ما عملت هناك، هحركه بنفسي واحاول احافظ على الشكل، بتحرك شمال ويمين عادي جدا، وببدأ أظبط هنا مانيوال. مش ممكن أجي هنا كده وأكبر شوية وأحاول أوسطنها بنفسي كده، لأن هي بتتحرك هنا يعني مثلا كده 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 كده، بحاول أماتش بالفريمات اللي قبلها. وهتلاقي إن هو عندي هنا برضو بيوريني جميل، ده متحرك قوي. ده يطلع سنة شوية كده، وده يجي هنا كده، وده يجي هنا، وده يجي هنا. هل عدينا المرحلة بتاعت ال ايه؟ ماشي، ممكن نكمل بقى اوتوماتيك. خلاص نرجع تاني، كبرت المساحة وهقول له كمل، انت كده تقدر تعتمد على نفسك. شغال تمام، شغال تمام، مفيش أي مشكلة. أنا هفتح الأبديت عشان أشوف الصورة كلها بتأبديت. يبقى أنا عن طريق التو بوينتس دول هقدر أجيب الروتيشن الغريب اللي بيحصل ده. هتلاحظ إن هو واقف تاني، نشوف الفريم اللي هو غلط فيه، الفريم الجاي ده نبدأ نظبطه. كمل، اتفضل، ونخليه يكمل. كنت بقول ايه؟ كنت بقول ان احنا عن طريق التو بوينتس دول هنقدر نجيب الروتيشن اللي بيحصل عندنا هنا زي ما شرحنا المرة اللي فاتت. تمام، تعال نشوف ممكن ازاي نستخدم التو تراكرز اللي عملناهم دول. انا هركن التراكر على جنب واروح اجيب باك جراوند، الباك جراوند اللي هنحطها مثلا الفيديو ده. خلينا نقول ان احنا هنحط الفيديو ده من اوله. الفيديو ده كام فريم؟ 438 فريم، واحنا عندنا هنا 191 فريم البنت دي. ماشي، هعمل ميرج تول. انا حطيت التراكر عند الباك جراوند بتاعتي وحطيتها اوفر. تعال بس الاول نعمل ايه، نفرغ الكروما دي بسرعة. النهاردة مش يوم كينج، فانا مش هنعمل كينج عظيم، يعني هنعمل حاجة رف كده. واحنا يعتبر عملنا حاجة كينج خفيفة المرة اللي فاتت لما فرغنا الصورة اللي كانت الخلفية بتاعتها بيضة بتاعت البيبي يودا، وطلعنا منها الفا. بعد كده عملنا ريمالت ليها مع الصورة. فهو نفس الكلام بيحصل مع الكينج بتاع الكروما بالظبط كده، ان انا بستخدم مثلا حاجة زي الكي لايت ان انا اطلع الفا. فانا هوصل الكي لايت بتاعي بالفيديو وهلاقي هنا اختيار السكرين كالر، لون الكروما بتاعي. بدوس على البوكس هنا عشان احدد كالر معين. تعالى نقفل كل التبات دي، انا اخلي دي واحد بس عشان انا ظاهر لي كل النودز اللي انا فاتحها دلوقتي، هخليها واحد بس عشان يفتح لي كي لايت بتاعي بس. وهسلكت الكالر بتاع الكروما. بس خد بالك لو انا عملت سلكت هنا سلكت كده هتلاقيه عمال يلخبط. ليه بيلخبط؟ لان انا بقول له اللون اخضر، بعد كده وانا بعمل دراج بيبدا اللون الاخضر ده يتغير. لو بص هتلاقيه بقى اسود لان هو بيسامبل تاني حاش اللون الاخضر، بعد كده بيبص فبيلخبط البرنامج. فانا هعمل ديسيبل، اطفيه خالص، وبعد كده اختار اللون على مهلي واللون يبدا يتغير ويتحدد هنا زي ما احنا شايفين الافريج كولر بتاع المنطقه دي اهو. وساعتها اقدر افتح ومش هيتغير. تمام، لكن اللي كان بيحصل ان انا كنت بشيل اللون الاخضر بعد كده عمال اسامبل تاني فهو ياخد اللون الاسود الجديد اللي حصل وهكذا. فاهمني؟ تعال ندوس ايه ونشوف الالفا بتاعتنا. عايز انضف الالفا شوية، فممكن اكليب شوية في البلاك كده، احاول اعمل اي حاجة سريعة كده.
بس مش عايزين اكتر من كده. اوكي، وهعمل ايه؟ احنا ممكن ناخد اللي طالع من الكي لايت ده على طول كده ونوصله، وطبعا الباك جراوند دلوقتي عندنا ايه؟ اوفر. انا عايزها تبقى تحت، عايزها تبقى تحت الانبوت اللي جاي لها من بي، بس انا عايز احافظ على ده يبقى هو في البي بايب. فهعمل ايه؟ هخلي الميرج اوبريشن اندر. اوكي، فين اندر؟ فبقى عندي اللي جاي من الانبوت ايه ده تحت اللي جاي له من انبوت بي. اوكي، مش اوفر. تعال نوقف على فريم واحد مثلا اول حاجه، واظبط احط ترانسفورم تول قبل التراكر بتاعي. التراكر دلوقتي ما بيعملش اي حاجه حاليا لان احنا لسه ما اكتفناش الماتش موف. ممكن احط ده كده، وممكن اسكيل شويه كده وانزل الفوتج شويه كده، ممكن اسكيل شويه كمان، نقول كده مثلا. ماشي. يبقى انا كنت بقول ايه؟ كنت بقول ان انا ممكن في كذا طريقه للكينج، يعني في ناس بتستعمل ان هو يطلع الفا ويبري مالت في نفس النود، او يتعامل مع الكينج كانه ار جي بي اي، وفي ناس بتفصل الالفا لوحدها بعد كده نبدا نرجعها تاني على الار جي بي بتاعنا. ماشي، مش عايز الخبطكم لان الكلام ده كله هنعمله الايام الجايه، بس اللي انا هعمله ان انا هعمل روتو عشان ابدا اطير الاجزاء اللي بره دي. فهعمل روتو كده مثلا، وهحط ميرج تول وهقول له اعمل ايه؟ اعمل ماسك، يعني خلي كل اللي جاي من هنا ده ما يظهرش غير جوه الماسك ده. او ممكن اقول له ستنسل، بس ساعتها مش هيجيب اللي جوه الماسك ده، فاقول له انفرت الماسك ده. تمام، يبقى ده اللي اتكلمنا عنه قبل كده، الستنسل والان، او الستنسل والماسك. تمام، فانا هرجع تاني ماسك وهقول له مساك لي اللي جاي من هنا من الروتو ده. قشطة، وهبدأ ابص على الالفا كده، الالفا اللي جاية من هنا من الماسك، وهديسيبه خالص الميرج عشان ابدأ بس اظبط الايه الروتو بتاعي ده الجاربج مينت ده. سريعا كده هعدي عليه. انا بعمل انيميت للروتو بتاعي، كان ممكن استخدم التراكنج اللي انا عملته، بس انا سرحت ما فكرتش فيها خالص. فخلاص هو كده كده ده garbage mask سريع كده، فما خدش معايا وقت خالص. يلا بينا، كفاية كده. يلا بينا، هرجع وهشيل الألف خالص وهفتح المرج اللي طيرت بيها الحاجة، وتعالى نرجع لفريم واحد ونعمل enable للايه للتراكر بتاعنا. بس طبعا ما ننساش او خليني انسى، وبعد كده ايه يعني، انا هعمل مثلا match move وهقول له ده الريفرنس فريم بتاعي اللي انا واقف عليه، ان ده البوزيشن بتاع الباك جراوند التمام اللي عاجبني. ماشي، بعد كده تعالى نبلاي وهنلاقي ان الروتيشن مفيش حاجه بتحصل. ليه؟ لان انا ما عملتش انيبل للتراك 2. فهعمل انيبل للروتيشن وللسكيل وللترانسفورم في الاثنين تراكر. ماشي، تعالى نعمل بريفيو ونشوف.
انا هقفل التراكر ونعمل بريفيو سريع. ماشي، في شوية ملحوظات. ان اولا الفوتج بتاعتي بتجيب اخرها فبتطلع، فممكن نحركها شمال شوية او نعمل لها سكيل. وتاني حاجة هو الروتيشن كويس، التراكنج شكله حلو والروتيشن كويس، بس في حاجة غريبة بتحصل في السكيل. السكيل بتاعي قوي قوي تقريبا. تعالى نشيل السكيل ونشوف اللي هيحصل. انا هخش في التراكر وهكنسل السكيل خالص. ماشي، وممكن احرك بس في الحتة اللي بتطلع بره دي هنا، فممكن نزود السكيل شوية مثلا هنا، وممكن احرك الفيديو كمان شوية. مثلا كده، وتعالى نبلاي تاني ونشوف بعد ما لغيت السكيل خالص هل هيبقى الترانسفورم والروتيشن كافيين والشكل حلو ولا ايه. تعال نشوف. اوه، في مشكلة هنا. ده الماسك بتاعنا اللي كنا عاملينه هنا دخل على راس البنت. تعال نرفعه شوية. ونقول له يلا كايش. ماشي، النتيجة من غير السكيل أحسن، أحسن طبعا بكتير. ليه؟ لأن احنا لو بصينا، يعني أنا ليه أصلا شلت السكيل؟ لو انت بصيت في الفوتج نفسها هتلاقي فيه ستريتشنج غريب بيحصل كده. يلا ليش أرجوك ليه أسرع من كده؟ لو بصيت وركزت مع الأبعاد بتاعة البنت وأبعاد الفيديو هتلاقي شايف بقت عريضة وبعد كده بتخس تاني. السكيلينج في الفيديو ده ملعوب فيه أو في حاجة مش مظبوطة يعني. وهو مقاس غريب أصلا وفيديو غريب جدا. هحط لكم اللينك بتاعه عشان تنزلوه كده كده. ده موقع اسمه هوليوود كاميرا ووركس، مشهور قوي، فيه بليدز كتيرة كويسة، كروما وتراكنج، و هنستخدمه كتير ان شاء الله. شايف السكيل الغريب اللي بيحصل؟ الفيديو بيستريتش بالعرض، وهو ده اللي كان عامل لي مشكلة في ال... عشان كده لما لغيت السكيل الدنيا اتحسنت. ماشي، يبقى احنا كده بالترانسفورم وروتيشن بس وصلنا للنتيجة الكويسة دي. احنا الفيديو ده جايب اخره من تحت ولا ايه؟ في ايه مطير؟ الروتو بتاعنا هو اللي عامل كده تحت. الروتو عمال يعمل مشاكل. ماشي ماشي، ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن احط حاجة بسيطة تخلي الدنيا احسن. احط لايت تراب لو فاكرينه. اللايت تراب قلنا ان هو بياخد من الباك جراوند وبيبدأ ياخد اللايت من الباك جراوند ويحطه على الادجات بتاعت الاوبجكت بتاعنا اللي احنا هنحط عليه. فانا هاخد اللايت تراب هحطه في الستريم اللي جاي من الفوتج بتاعتي البنت، واخلي الباك جراوند بتاعته الشارع، وهقول له زود الانتنسيتي شوية ونبص على الادجات. واخد بالك من اللي بيحصل؟ شايف بيبدأ ياخد من الإضاءة بتاعة الباك جراوند ويحط على البنت. بس أنا هعمل حاجة خفيفة كده. اوكي، وطبعا الإيجاد بتاعت الكينج سيئة جدا وفي مشاكل كتيرة. في العادي أنا مش بشتغل كينج بالطريقة دي. أنا في العادي بشتغل الألفا لوحدها. يعني أنا العادي بتاعي إن أنا بشتغل ألفا، وبعد كده باخد الألفا بتاعتي كوبي دي بستعملها إن أنا أخد الألفا بتاعتي من حتة وأحطها في حتة تانية. فأنا هاخد الألفا بتاعتي من هنا وهدمجها مع الفيديو بتاعي. فمن غير الكوبي دي اهو ما كانش فيه الفا، بعدها انا اخدت الالفا. وفي الاخر هعمل بري مالت طبعا عشان افرغ الفيديو بتاعي، فبيبقى عندي المنظر ده. بس طبعا في ادجات،
فهعمل dispel الإيدجات دي عن طريق ان انا اختار اللون ده. بس فانا بالنسبة لي لما بشتغل كده ده بيديني كنترول اكتر على الالفة بتاعتي، فبيبقى عندي دي الالفة بتاعتي وده البليد بتاعي اللي هو الباك جراوند. فانا بشتغل كده، بشتغل RGB الفة، بعد كده اجمعهم مع بعض واعمل ديسبل للجيت، وده بيخليني ايه اقدر اتحكم في الالفا بتاعتي احسن. لو عايز اعمل لها ايرود مثلا هنا واحط ايدج بلور على الالفا بس، وهكذا. بس مش ده موضوعنا النهارده، ده الكينج ده هنتكلم عنه في موضوع تاني. فسواء انت عملت الطريقه دي او سواء استعملت مباشره من اللي طالع من الكي لايت من غير اي حاجه، هيأدي الغرض في الفيديو ده. ماشي. يبقى نرجع تاني لموضوعنا اللي هو التراكينج عشان ما نسرحش. في حاجة عايز أعرفكم عليها اللي هي السموث. السموث ده بيعمل ايه؟ تعال نبص على الكيرف دول، ويندو كيرف اديتور، هيبقى جايب لي المنظر ده. ايه المنظر ده؟ لو فصلنا كل حاجة لوحدها، يعني لو اخترت ترانسفورم، هتلاقي ده الترانسفورم بتاع الاكس والواي، ده شكل الكيرف بتاعي، شكل الحركة بتاعتي. لو انا التراكنج بتاعي مهزوز شوية، شيكي قوي، عايز اسموس اكتر، عايز انا اعمل الدنيا اكتر، بتلعب في السموس ده. يعني لو عليت السموس مثلا خليته 7، بص على شكل الكيرف، شايف الكيرف؟ انا هرجع كنترول زي عشان اوريكو كان ايه وبقى ايه بقى كده. فانا نعمت الكيرف بتاعي قوي، تمام. نفس الكلام ممكن اعمله ان انا لو علمت على كل الكي فريمز كده بنفسي، ودوست رايت كليك اديت فلتر، يبقى سواء الفلتر او السموس من هنا الاثنين هيعملوا لي ايه؟ سموز للكيرف بتاعي. شايف الكيرف بتاعي بقى شكله ايه؟ فالحركه بقت سموز خالص. كنترول زي عشان ارجع تاني. بس انا بالفعل هعمل سموز مثلا ايه 5 6 مثلا، قشطه. وهعمل سموز للروتيشن بتاعي. يعني لو بصيت على الروتيشن هلاقي ده الكيرف بتاع الروتيشن، ممكن اعمل له سموث 4 مثلا 3. والترانزليت بتاعنا مش عايز اغير فيه كتير لان انا اصلا التراكنج بتاعي كويس، فمش عايز انعمه قوي، فيبقى شكله مش زي الحقيقة. وهرجع تاني وتعالى نتفرج ونشوف الريزلت بتاعي. في حاجة تاني ممكن نعملها قبل ما نروح؟ ممكن نقلل اللايت راب، لأن اللايت راب أكل منها قوي، فممكن أقلله شوية أخليه 12. لأ 12 كتير أوي، 8 مثلا. ماشي. تعالى نبلاي، ولو التراكنج تمام يبقى احنا خلصنا أول تيست في التراكنج. نبص على النتيجة. يعني التراكنج بتاعنا كويس جدا، هو بس الحتة الغريبة دي لو بصيت من فريم 50 لفريم 100 هتلاقي البنت بتسكيل بطريقة غريبة قوي. شايف جسمها صغر ازاي، ستريتش لجوه كده. ودي مش مشكلة من عندنا طبعا، دي مشكلة من البليت نفسه. لو بصيت كده شايف اللي حصل، اللينس نفسها فيها مشكلة. يعني ما اعتقدش ان ده حد لعب في السكيل دي، اللينس نفسها في حاجة غريبة حصلت. فأنا هحاول محاولة أخيرة إن أنا إيه هإنيبل السكيل بتاعي، بس هخففه خالص. يعني أنا عايز السكيل بس عايزه بنسبة صغيرة قوي، فهخش في ال في الكيرف إديتور بتاعي وأبص على السكيل. ده الكيرف بتاع السكيل بتاعي، هعمل له فلتر زي ما عملت قبل كده، إديت فلتر،
هعمل رقم كبير قوي، 33 مثلا، وهحاول ايه اقلل النسبة بتاعته قوي، قللته خالص، وهعمل بريفيو ونشوف، وبرضه هديله سموز من هنا كمان. انا عايز يدوبك احساس السكيل كده، نعمل كاش ونشوف. ماشي، ممكن نقول ان هو بالسكيل اتحسن شوية، يعني بقى عندي نفس، يعني حرك حاجة مشابهة للي بيحصل في جسمها، الستريتشنج الغريب ده، شايفين الحتة دي؟ يعني نفس الستريتش الغريب اللي حصل فيها بدأ يحصل عندي في الباك جراوند، وده شيء كويس. بس ممكن يخف اكتر، وطبعا يعني بس لغاية دلوقتي الغرض بتاع التوتوريال بتاعنا ان احنا عملنا ده اصلا بتو بوينتس بس، ده كفاية. لكن لو انا فعلا بعمل الشوط ده حقيقي، هبدأ ادور على حاجات تاني، يعني هبدأ ادور على حاجات تنفع استخدمها كتراكينج ماركرز واطلع منها داتا. ممكن توصل ان انا اعمل بلانر تراكر لأي حاجة ثابتة هنا وابدأ استخدمها، لان طبعا 2 بوينتس عندي مش كفاية. ماشي، ف احنا وصلنا للنتيجة دي باستخدام 2 بوينتس بس، وده كان الغرض من اول فيديو. فهنقف لحد هنا، مش هنحاول نحسن الفيديو ده، نروح على الفيديو اللي بعده. وفي الفيديو ده احنا عايزين نشيل التراكينج ماركرز دي باستخدام 1 بوينت تراك بس على كل ماركر. فخلينا نبدأ سريعا، نحاول نخلصه بسرعة. لو حطيت تراكر هنا واخترت التراكر وقلت له اعمل تراك للماركر ده، انا في فريم 8، فهرجع لورا وبعد كده هرجع تاني اقول له كمل لقدام. وزي ما احنا عارفين عندنا الابديت فيور بوتون، لو عايز تشوف الفيديو كله بيعمل ابديت. بس انا هقفل تاني وهتفرج هنا بس، كفاية الفريم 150، ولا نكمل؟ هو الفيديو نفسه كان فريم 319؟ لا، احنا عندنا فيديوهات تاني وحاجات تاني، مش هينفع كده. ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ خلينا نرجع تاني للتراكر عشان انا ايه سايبه شغال ومش بتفرج عليه. ماشي، نقول كفاية اوي لحد هنا، ولا نستنى؟ نستنى عشان ده نشوف هنعمل ايه لما يطلع بره الفريم. خليني اغير التايم لاين لانبوت عشان ابدأ اشوف الوقت كله. ماشي، خلينا نكمل وخلاص، هو قرب يخلص. هي الكاميرا اصلا وقفت، خلصت حركة تقريبا وقفت، فخلاص كفاية كده لحد هنا. احنا هنشوف التكنيك بس، وايه مش هنطول ان شاء الله. اللي حصل هنا ان انا بص بدوس مفيش حاجة بتتغير، فلو بصيت هنا هتلاقي البوتن ده احيانا بيعمل كده لوحده، ان هو بيوقف لوحده، مش عارف ليه، عشان الرامات او ايه المشكلة. بس لما بتدوس على ده انت بتخليه ما يعملش ابديت للصورة خالص. ماشي، فانا هدوس عليه تاني فالدنيا ترجع تشتغل تاني، عشان لو حصل الموقف ده مع حد معاكو خليك عارف ان ده بيوقف خالص، بيخلي ال viewer doesn't update at all، زي ما كان كاتب كده. ماشي، يبقى انا عندي tracking لل marker ده. ازاي هشيله؟ هشيله بايه؟ روتوبنت عادي جدا. يعني انا لو عملت روتوبنت وقلنا مثلا ممكن نشيله بأي طريقة، سواء كلون ستامب او غيرها، بس انا ممكن عشان في عندي حواليه حتت فاضية كتيرة ممكن استخدم الحركة بتاعت الكلونينج اللي عملناها قبل كده. فهقول له خد من الفور جراوند، ما تطلع ليش كلر، طلع لي من الفور جراوند اللي داخلالك نفس الانبوت اللي داخلك، واخش في التابة بتاعت الكلون
وهاخد الانكور بوينت ده احركه شوية كده وابدأ ادور على حتة كويسة ممكن اخد منها. ممكن اخد من ايه؟ ممكن اخد من الجنب ده او ممكن اخد من فوق. انا بفضل ان انا اخد من فوق لان انا في اول الفيديو كنا تحت وفوق ده مكمل معايا للاخر تقريبا. ايوه فممكن اخد من فوق هنا فهرجع تاني. انا كنت واقف في اني فريم؟ شفت بقى انا كنت واقف في فريم 3 مثلا وهبدأ انزل تحت كده فاخد من المنطقة اللي فوق. بس طبعا الاتجاهات عندي شارب قوي فهبدأ امسك البوينتس دي كنترول ايه كلها وافزر كده لحد ما الدنيا تحلو كده. بس طبعا محلوتش قوي لان عندي الحتة اللي تحت ظهرت لما عملنا فيزر. فهنزل اكتر الكلون بتاعي هنزله ونلاحظ ان هو عامل بقعة كده صح. يعني لو لعبنا في الإضاءة عشان نشوف لأن الدنيا فوق كانت غامقة. يعني لو بصيت الإضاءة عاملة جريدينت كده فأنا الحتة دي عندي فاتحة وفوق كانت الحتة ايه غامقة شوية. فالحل هنا ان انا ايه اخد انبوت تاني. يعني انا هوصل انبوت تاني بالباك جراوند اللي هو انبوت بي جي 1 زي ما عملنا قبل كده. وهقول للروتو بنت ما تاخديش من الفور جراوند، خدي من باك جراوند 1 انبوت اللي هو نفس الانبوت اللي جاي من فوق بس انا هحط عليه كارك كوركشن. ماشي فهعدل اللون في الحتة اللي جاية لي دي بس مثلا كده. يا دوبك عملت الجين بوينت 1 وبقى عندي الدنيا كويسة. ماشي يبقى انا كده هرجع تاني للالوان الطبيعية بتاعتي وابص الدنيا حلوة جدا. وطبعا انا ما شلتش الجرينز. يعني كان المفروض زي ما عرفنا قبل كده ابدأ ابص على الفوتج واقلل الجرينز على قد ما اقدر عشان الجرينز ما تتكررش عندي. يعني انت لو بصيت هنا شايف اللي حصل ايه؟ شايف الباترن بتاعت الجرين دي لو انت شايفها هي اللي فوق ده اتكرر هنا. وده عشان انا اخدت نفس الفوتج بنفس الجرينز وحطيتها هنا. مش عايزين ده يحصل بعد كده. ماشي بس المهم دلوقتي نفهم التكنيك اللي احنا هنستعمله عشان احنا جايين نعمل تراكنج مش جايين نعمل كليننج. ماشي فيلا بينا. ازاي بقى احرك الايه الروتو ده باستخدام التراكر اللي احنا عملناه وعملنا تراكنج للبوينت؟ الموضوع بسيط جدا. هعمل ايه؟ هخش في التراكنج بتاعي وهخش في ترانسفورم تاب وهلاحظ ايه اللي معمول عندي انيميتد ليه عشان ابدا اخده. معمول انيميت للترانسليت وللسنتر بوينت بتاعي. فهاخدهم لو انا اخدتهم كوبي بيست وحطيتهم بالانيميشن بتاعهم في الروتو بنت بتاعتي اللي هي فيها برضو ترانسفورم تاب وفيها ترانسليت وفيها سنتر. لو حطيتهم من هناك لهنا الدايرة دي هتاخد نفس الانيميشن وتحرك. اوكي لو اخدت الترانسليت ده دخلت هنا واخدت كوبي انيميشن لان انا عايز مش عايز اكوبي الفاليوز في الفريم ده بس انا عايز اكوبي كل الانيميشن. وهروح في الروتو بنت واقول له حطولي هنا وبعد كده اخد السنتر كوبي الانيميشن واحطه هنا في السنتر بتاع الروتو. الروتو هيبدأ يتحرك وهنبقى عملنا الكليننج بنجاح. بس في حاجة حصلت هنا ان الفيزر بتاعي الفيزر كان معمول له انيميت. لو رجعت تاني للروتو بنت هتلاقي فيه تو كي فريمز اهو. هنا كان الفيزر عالي وهنا ما كانش فيه فيزر. فانا هديليت الكي فريم ده خالص عشان يفضل على طول فيزرد من اول فريم 3. ماشي تعالى نعدي سريعا ونشوف هل الدنيا كويسة. او الدنيا كويسة. ممكن الاضاءة تكون بتتغير في الاخر ولا حاجة. فلو كده نبدأ نكرر كوركت ونانيميت كرر كوركشن. بس تمام جدا.
الروتو بتاعي بيتحرك تمام مع الماركر وبيبدأ يكلون، لأن احنا عاملينه يكلون من فوق. لو عايز استعمل طريقة تانية ممكن اعمل ايه، يعني انا مثلا عندي دلوقتي روتو تاني، روتو تاني ملوش علاقة اهو، وعايز احركه برضو نفس الحركة من غير ما اعمل كوبي للانيميشن. ممكن من الروتو نفسه اخش في ترانسفورم، يعني في الروتو اهو، واقول له ترانسليت دي اعمل لها لينك بالتراكر بتاعي، التراكر بتاعي اللي هو تراكر رقم كام 2، فانت هتلاقي اسمه موجود لينك 2 تراكر 2 ترانسليت از اوفست. تعال نجرب، لا تعال نرجع كنترول زي ونقول له ترانسليت بس برضو، ولينك 2 تراكر 2 ترانسليت از اوفست. ما ظبطش لان تقريبا الريفرنس فريم مش صح. تعال نشوف كده، ايوه اول ما ظبطت الريفرنس فريم هنا الروتو بتاعي ظبط في مكانه وهيتحرك زي الفل. ماشي، يبقى انا يا اما هاخد الفاليوز بتاعتي اللي انا عايزها كوبي انيميشن واحطها في مكانها، يا اما ان انا اخش في التارجت بتاعي واعمل لينك، لينك تو تراكر 2، وهو هتلاقيه ساعتها عمل السهم ده اللي بيقول لي ان في داتا جاية من هنا وبتتحط هنا. ماشي، لو عايز طريقة تاني اشيل بيها الماركرز تعال نجرب في الماركر اللي هنا ده مثلا. انا هحط روتو جديد، هعمل روتو على الماركر ده كله اللي ورا الشباك ده. ماشي، هعمل له فيزر شوية. احنا المفروض ان احنا نعمل له تراكر تاني، بس لو بصينا على التراكر ده هنلاقي ان هو بيتحرك نفس الحركة، يعني الحركة في المنطقة دي هي تقريبا نفس الحركة هنا، فما فيش داعي ان احنا نعمل ماركر تراكنج تراكر جديد ونعمل تراكنج. ممكن اجرب اخد نفس الداتا من هنا بتاعة الترانسفورم واحطها على الروتو بتاعي هنا. تعال نشوف الروتو بتاعنا احنا حطيناه في فريم كام، نقف كده على الروتو وادور على الكي فريم الازرق بتاعي فريم 17. ماشي، يبقى هعمل ايه، ممكن اروح على التراكر واروح على السيتنجز بتاعتي، ايه على الترانسفورم بتاعي سوري، وهاخد الترانسفورم من هنا احطه على الترانسفورم بتاع الروتو. ماشي، ممكن اعملها بطريقة مختلفة المرة دي، هحط هنا في عدد التبات 2 عشان اقدر افتح 2 نود ورا بعض، فهبقى فاتح الروتو وهبقى فاتح التراكر الاتنين موجودين هنا. ماشي، وهفتح الترانسفورم تاب في الروتو، الروتو اهو، وهاخد من فوق، هاخد من التراكر بتاع الترانسفورم، هدوس كنترول كأني دوس تراي تو كليك وعملت كوبي انيميشن وهحطه في الروتو بتاعي. بس الروتو بتاعي عامل كده ليه، عشان انا مش مختار حاجة تحت، فاخترت الروتو بتاعي الشيب بتاعي، وهقول له تاني كنترول من فوق من التراكر وحط في الروتو. تعال نشوف اللي حصل، نبص على الروتو، الروتو اتحرك من مكانه. ليه اتحرك من مكانه؟ لان الريفرنس بوينت بتاعتي في التراكر مش مظبوطة، انا كنت حاطط الروتو بتاعي في فريم 17. تمام، لو بصيت هنا انا رسمته في فريم 17. ماشي، طبعا التايم لاين عندي كله ازرق لان انا فاتح الاتنين التراكر، والتراكر كله طبعا في تراكنج فعلى طول ازرق، فانا هخليها واحد تاني عشان لما اقف على الروتو هنا وابص على الروتو يجيب لي الكي فريم اللي موجود فيه انيميشن بس اللي هو 17. ماشي، فارجع تاني للتراكر واقول له الريفرنس فريم بتاعي هو ده فريم 17، وساعتها الداتا اللي جاية من هنا هتبدأ من فريم 17، فالروتو بتاعي هيبقى في المكان المظبوط. وصلت، وهيبدأ يتحرك حركة مظبوطة. ممكن اعمل ايه بالروتو، يعني انا عندي دلوقتي روتو فاضي، روتو جميل كده فاضي ومطلع الفا، ممكن استخدمه ازاي؟ ممكن احط ترانسفورم واحط ميرج ميرج، او في حاجة تانية اسمها كي ميكس، بس انا ايه هوريكوا الفرق دلوقتي. فاحط الباك جراوند بتاعتي، في الباك جراوند عادي
احنا ممكن نمسح كل الحاجات اللي ملهاش لازمة عشان ما تلخبطش، وممكن نجيب دول على جنب عشان ما تلخبطش. يبقى انا حطيت ترانسفورم وعندي ميرج، وهحط نفس الفوتج اللي جاية بالترانسفورم فوق الباك جراوند، بس ايه، هوصل الماسك بالروتو بتاعي اللي هو الدايرة، وهبدأ احرك يعني نفس الكلام. حركت الانكور بوينت وهشوف الحتة اللي انا عايز اخد منها، هتحرك كده مثلا وتمت المهمة. ماشي، يبقى انا عندي حركت الباك جراوند وحطيتها فوق الفوتج في الحتة دي بس. تمام، بس طبعا الشباك محتاج ارده. احنا دلوقتي كله تمام والروتو بيتحرك، فالدنيا هتبقى تمام معانا، بس محتاج اعمل روتو، اعمل اكسكلود للحتة دي منه. ممكن اعمله في نفس الروتو، اه ممكن، لان الروتو ده كده كده ايه، نقدر نحط عليه روتو تاني كده مثلا. هديسيبل عشان امشي بالظبط على على سن الشباك كده مثلا. ماشي، بس خلينا نعمله في نفس الريفرنس فريم عشان ما نغلطش الغلطة دي. يبقى انا في فريم 17 المفروض ارسمه. فريم 17 فين؟ فريم 17 مظبوط، كويس فيه. ماشي، يبقى نعمل ايه دلوقتي؟ نقول له ان انا الروتو ده عايزه يماينس من اللي تحته، عايزه ما يتحسبش معايا، يعني عايزه يبقى لونه اسود. تمام كده، انا بخفيه وبظهره. بس الروتو ده بتاع الشباك بتاعنا ما بيتحركش، فانا محتاج اخد برضو من التراكر واحطه. فهاخد الترانزليت كوبي انيميشن وهروح في الروتو بتاعي واحط بيست انيميشن ابسولوت. تمام، فهيتحرك وهنبقى عملنا كل حاجة بنجاح. بس طبعا في تغيير بيحصل، لان هو بيتحرك ترانزليت بس ما بيتحركش سكيل، فجي من الجنب كده ايه، ما ظبطش. فممكن نمشي نعدل عليه سريعا كده، وده طبيعي، حاجات طبيعية جدا ان هي تحصل، وهكذا. وتمشي وتتأكد ان كل حاجة تمام لآخر الفيديو، وان مفيش مشاكل، ولو في مشاكل تصلحها. ماشي، انا هرجع تاني للروتو تاب عشان اركز كده كده. عظيم. الماركر الاخير دي هسيبها لكم عشان ما نضيعش وقت اكتر في التطبيق ده، ونبدأ في حاجات تانية. وتقريبا هو وقت الفيديو النهاردة خلاص خلص، فالماركر دي هسيبها لكم. تعال نشوف، تعال نجمع الماركرز بتاعتنا. يعني انا كان عندي اول ماركر انا شلتها هنا باستخدام الروتو بنت وباستخدام الكلون، ان انا بكلون من حتة تانية، وفي الاخر عملت RGBA عشان تطلع لي الحتة اللي انا عاملها. بس في حتة هنا اصلا جايبة الماركر معايا، هنتصرف معاها دلوقتي. فممكن اعمل ايه دلوقتي؟ ممكن اجمعهم مع بعض. يعني انا هاخد اللي جاي لي من هنا، النتيجة اللي طالعة الاول ماركر، وهعمل لها ميرج وادخلها في التري بتاعتي. ماشي، وهتأكد ان الفوتج بتاعتي مطلع الفا. عظيم كده، يبقى ده اول ماركر وده تاني ماركر شلناه بالطريقة التانية، اللي هي عملنا ترانسفورم للفوتج بتاعتنا وحطيناها في حتة معينة بس اللي فيها الماسك بتاعي، الروتو بتاعي، وبعد كده عملت اكسكلود للشباك. ماشي، في طريقة تانية ممكن تستخدموها، بس هي ايه، مش ناجحة دايما، لان هي البرنامج هو اللي بيعملها، اللي هي النود اللي اسمها ماركر ريموفال. النود دي بتبقى عايزة ايه، بتبقى عايزة ان هو يبقى فيه الفا جاية لها بالروتو بتاعي. يعني انا محتاج اخلي الروتو في الستريم الرئيسي. تعال ناخد دي هنا كده عشان ما متلخبطش. محتاج يبقى الالفا بتاعتي هي الروتو، لكن انا لو بصيت على الفوتج دي هتلاقيني مطلع منها الفا اصلا. فانا هلغي الالفا اللي طالعه دي مثلا، وهاجي هنا احط روتو على قد الحاجه اللي انا عايز اشيلها كده مثلا،
وبمجرد ما بتوصلها بالماركر ريموفر هتلاقي ان هو بيدور على الالفا ويبدأ يشيلها. بس طبعا هتلاقي ان هو ايه في ارتفاكس بتحصل كده لان الطريقة دي اوتوماتيك، ولان احنا ما شلناش الجرينز، كان المفروض نشيل الجرينز، ولانك انت ما ينفعش تعتمد على التولز دي دايما، خاصة ان هو لما يجي في حتت معقدة زي كده مثلا. يعني مثلا تعال نتحرك قدام ونشوف لما الماركر يخش ورا الحاجات دي هيعمل ايه. هتلاقي ان هو بيبدأ ياخد من حواليه، شايف بدأ ياخد من الابيض وهنا، فبيبوظ الدنيا. يبقى دي النود اللي اسمها ماركر ريموفال، ممكن تبقى مفيدة في اوقات تانية. وفي طبعا جيزموز كتيرة، وفي بلاجنز زي ما بتتسمى في البرامج التانية بتعمل الموضوع ده احسن بكتير. ممكن ان شاء الله في مرة تاني في الدروس الجاية نبدأ، او مش ممكن، ده اكيد ان شاء الله لما نخش في الكينج، لان الماركر ريموفينج جزء مهم جدا وفي حركات كتيرة جدا ممكن نعملها غير كده. فهسيب لكم الماركر ده زي ما قلنا، وان شاء الله تبدأوا. يبقى ده الدرس الخامس، هنقفل على كده ان احنا عملنا التطبيق ده وعرفنا ازاي نستخدم 2 point tracking بس ان احنا نحط background، وعرفنا ازاي نستخدم الداتا بتاعت التراكر ان احنا نربطها بالروتو بتاعنا ونحرك الروتو والماسكات عشان نكلين الماركرز دي. فممكن تعملوا التطبيقين دول النهاردة ان شاء الله، هحط لكم اللينكات، وانا هبدأ اكمل تسجيل الفيديوهات التانية اللي هي التلج اللي قلنا هنشيل منه الناس اللي ماشية، والفيديو ده اللي هنشيل فيه الراجل اللي راكب الحصان. ماشي، فأشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.